نور وزهور طفلتان كانتا ضحية الإرهاب في درنة، حيث وجدتا نفسيهما داخل محاور القتال عن طريق الخطأ قبل أن يتم إخراجهما من قبل رجال القوات المسلحة ومعالجتهم من الإصابات وتسليمهما للهلال الأحمر. نور وزهور حكاية قاسية تجسد واقعا أليم كانت تعيشه مدينة درنة قبل دخول القوات المسلحة. الطفلتان تعيشان في مكان غير صالح لطفولتهما بعد أن اغتالت الجماعات الإرهابية أباهما الذي كان يعمل في جهاز الأمن الداخلي السابق، متهمين إياه بما قالوا إنه ردة. فيما لم تتحمل والدة هاتين الطفلتين صدمة مقتل زوجها وإرهاب هذه الجماعات الإرهابية، مما أدى إلى إصابتها بصدمة عصبية تسببت في خلل عقلي لها، فأصبحت تتجول في شوارع درنة دون إدراك ما تقول أو تفعل. طفلتان بلا مأوى ولا معيل ليصبح الشارع هو المأوى والمربي. فنور وزهور تكشفان حقيقة الإرهاب الأسود الذي كان جاثما لسنوات على مدينة الياسمين، ما يؤكد أن الطفولة والبراءة لم تنجو من بطش الإرهاب وأن الجيش حرر المدينة ليعود أهالي مدينة درنة إلى الحياة من جديد.